أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي تستمر لمدة 30 يوما. تأتي هذه المبادرة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. وللمزيد حول مبادرة وزارة الداخلية انضم إلينا مراسل التلفزيون المصري عبد الله بركات. عبد الله، هل لك أن تنقل لنا فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي تطلقها حاليا وزارة الداخلية؟ بالفعل ريهام، نحن داخل إحدى السلاسل التجارية المشاركة في هذه المبادرة، وهي ضمن مجموعة من السلاسل التجارية أو أفرع السلاسل التجارية المشاركة والتي تصل إلى حوالي 993 فرع على مستوى الجمهورية. الهدف الرئيسي هو توفير السلع الأساسية وكافة احتياجات البيت المصري بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60%، ما بين 30 إلى 60% على بعض السلع، سلع غذائية استراتيجية مختلفة، وكذلك السلع التي يحتاجها البيت المصري والسلع التي ترتبط بشهر رمضان المبارك. وزارة الداخلية أطلقت هذه المرحلة بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والشركات التجارية المتخصصة وأيضا الكيانات الصناعية الكبرى بهدف توفير السلع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. أهمية هذه المبادرة في مرحلتها 22 تعتبر هي المرحلة الأهم من بين المبادرات التي أطلقتها وزارة الداخلية، لأنها تأتي في ظل متغيرات دولية وإقليمية بتحتاج إلى تكاتف كافة الجهود من قبل الدولة ومن قبل جميع أجهزة الدولة لتوفير هذه السلع بأسعار مخفضة حتى لا تزيد الأعباء على المواطنين. داخل هذه السلسلة التي نحن بصددها أو ننقل منها على الهواء مباشرة، يمكن نموذج لبعض الأسعار اللي هي موجودة هنا. أسعار إحدى السلع الاستراتيجية بتصل فيها نسب التخفيض إلى حوالي 30%. هذه السلع التي يحتاجها البيت المصري بتتوفر وبكميات كبيرة أيضا داخل هذه السلسلة التجارية المشاركة ضمن عدد كبير من السلاسل التجارية كما أشرنا. معنا الحاج صلاح عبد الحميد صاحب السلسلة التجارية، كلمنا عن المشاركة وأهميتها ومدى وفرة السلع فيها. المبادرة ديت المبادرة الـ 22 اللي احنا فيها، المبادرة بتكون متواجدة فيها كافة الأصناف اللي هي الأصناف اللي بيحتاجها البيت المصري، وبتكون متوفرة لدى الشهر المبارك، اللي هي أهمها الرز، المكرونة، الحاجات اللي هي بتكون متواجدة داخل البيت المصري أو تحديدا اللي بيحتاجه الأسرة المصرية كافة. يعني دي المبادرة الـ 22 اللي احنا بنكون متواجدة. المبادرة أهميتها ان هي بتظبط الاسعار لدى التجار، ان هي ما بتخليش تعلي على السلاسل التجاريه الاسعار او تستغل الفرص بالتلاعب بمناسبه الشهر المعظم شهر رمضان. فبتبدا تيجي المرحله ان احنا بيكون المبادره دي اهميتها ان احنا ما نكونش يدونا الحاجه بسعر نقدر نبيعها للمواطن او نوصلها للمواطن بهامش ربح بسيط، حتى يتمكن المواطن من شراء كافه المستلزمات البيت بمناسبه الشهر المعظم. الوفره في الاحتياجات من السلع الاساسيه والاستراتيجيه الموجوده، في وفره وكميات كبيره، يعني المواطن بيطمن ان هي في كميات كبيره، يعني اللي بيحتاجه بيشتري يعني. طب موجود كل ما هو يلزم البيت المصري كسلع استراتيجيه واساسيه كافه موجوده لغايه شهر رمضان، وموجوده بكميات وبكميات متوفره جدا، ما فيش اي حاجه يعني نقصت او حاجه، كله موجود زي ما حضرتك شايف، كل الاصناف متواجده وكل الاصناف بتاعه البيت المصري متواجده بكافه بزياده بموجوده بالاقبال بتاعها حتى شهر رمضان بالكامل. يعني الجوده بالمقارنه بمثيلتها في الخارج، الجوده طبعا، السعر رقم واحد مع جوده عاليه، يعني السعر رقم واحد مع جوده عاليه، رقم اتنين اللي بتيجي دورها ان هو ضبط الاسعار مع التجار الاساسيين اللي هم اللي بيتجشعوا في غلا الاصناف اللي هي بتاعه الاصناف اللي هي بتبقى الاساسيه. حضرتك عارف ان ده شهر رمضان
كل التجار اللي هي بتستغل الظروف عشان خاطر تعلي الاسعار، لا هنا بيبقى في كنترول ستوب، حاول ان انت تعمل ستوب وان انت تبيع بهامش ربح بسيط، انت بتكسب طول السنه، فما تجيش على شهر يكون في وفره بيت مصري او وفره تقول لا اصل ما فيش بضاعه او ما فيش اسعار تعلى او كده. يعني بالفعل هنشير هنا، شكرا للحاج صالح، بنشير ايضا ان السلسله موجوده في احدى المناطق الشعبيه او الموجوده بمحافظه القليوبيه وهي شبرا الخيمه، وبالتالي بيستفيد اعداد قاعده كبيره من المواطنين من هذه المبادره، مبادره كلنا واحد اللي حرصت وزاره الداخليه تحت رعايه رئيس الجمهوريه ان تطلقها في هذه المرحله وفي ظل المتغيرات الدوليه. السلاسل التجاريه المشاركه بالفعل موضحه على موقع وزاره الداخليه على الانترنت ليسهل على المواطنين الوصول إليها. إضافة إلى السلاسل التجارية المشاركة أيضا في المبادرة، هناك أيضا منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركة أيضا بمنافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية في هذه المبادرة، إضافة أيضا إلى توجيه قوافل من السيارات المتنقلة إلى المناطق الأكثر احتياجا وكذلك المناطق الحضرية الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين، والتي تتزايد أيضا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بخاصة من السلع الرمضانية المختلفة. نعم. يبقى المبادرة هي الأهم على الإطلاق من بين المراحل وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. أشكرك جزيل الشكر مراسل وفرة كبيرة من المصري عبد الله بركات، وفي الجانب شكرا أيضا موجود جزيلا أعداد كبيرة من المواطنين على هذه التغطية الوافية. شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.